طيب بعد العملية سيدة عملت يعني عملية تكميم أو عملية تحويل مسار، وبعد كده لقت نفسها حامل بعد شهر من العملية، هل هيضرها؟ يعني في معظم السيدات احنا بنديها كير أكتر، مش هيحصل حاجة يعني طارئة، لكن هيبقى في محتاجة شوية دعم طبي أكتر، ولازم يكون في لينك وتواصل. احنا انا اديت محاضرات كتيره يعني في مؤتمرات النساء، بحيث يبقى في مشاركه ما بيننا وبين استشاري النساء فيما بعد الحمل، بعد عمليه السمنه. لابد من زي لغه ما بيننا، ما بيني انا كجراح سمنه وما بين جراح النساء اللي هو هيتابع السيده ما قبل ما بعد عمليه السمنه. لازم هناك تحفظات، يعني مثلا اكتب له لتر او زي ريكومنديشنز او توصيات للسيده اللي هي هتحمل ما بعد عمليه السمنه، بما فيها يعني حاجات بسيطه جدا. يعني في حاجه اسمها الاورال جلوكوز تولرنس تيست، ان انا باخد سكر وبعد كده سكر عشان اقيس يعني قابليه السيده ان هي تصب سكر او يبقى عندها سكر ولا لا، بقوم اكلها سكر وبعد كده اقيس السكر على اساس ان انا اشوف عندها سكر ولا لا، ولا عندها قابليه ولا لا. الاورال جلوكوز تولرنس تيست او قياس نسبه السكر في الدم او التحليل اللي بيتعمل عشان نتنبأ باصابتها بالسكر. عايز اقول لحضرتك انا كنت بمر في الرعايه في المستشفى، وبعدين قالوا لي في عيانه من عندنا احنا يعني كانت عامله عندنا من حوالي 4 سنين، وبعد كده هي حملت وبعد كده هي في الرعايه المركزه. الرعايه المركزه دي طيب يعني حاضر هشوفها يعني. طب انا هي دخلت الرعايه المركزه ليه؟ قالوا لي ده هي كانت حامل وبعدين دخلت الرعايه، وبعدين دكاترة هي جالها زي نوع من الإغماء ما بعد الحمل، يعني بعد الحمل فدخلوها الرعاية المركزة. دكاترة الرعاية مش قادرين يوصلوا إيه اللي خلاها تهبط بالهبوط ده وتدخل الرعاية، عشان عمالين يضربوا أخماس في أسداس. يعني من ضمن الحاجات المهمة جدا لدكاترة النساء برضو، ولازم يبقى في تواصل ما بيننا، لأنه إحنا عندنا حاجة اسمها الدومبينج. الدومبينج ده معناه متلازمة الإغراق، يعني انا ما ينفعش ان انا اكل سيده حامل كميه من السكر عشان اقيس السكر، لان السكر بيعمل لنا حاجه اسمها متلازمه الاغراق او الدومبنج سيندروم. الاكل ده السكر بينزل يقوم ساحب الميه من الاوعيه الدمويه وبالاوزمولاريتي بتاعته تلاقي العيان هبطان وواقع. السيده الحامل ما تتحملش كده، لو وقعت في الارض هتخبط تدخل الرعايه هتلاقي الحاجه. احنا بقى لو في تواصل ما بيننا وبين دكاتره النساء باستمرار ان السيده الحامل ايه التحفظات بتاعتها ان هي تحمل فيما بعد، هيبقى هنتفادى مثل هذه الحاجات. نعمل بقى سكر تراكمي، نعمل سكر صوم وفاطر من غير ما نعمل اورال جلوكوز تولرنس تيست. دي معلومه يمكن جت في بالي دلوقتي عشان اقولها، عشان كانت مرتبطه بموقف قريب، يعني نتفادى بقى مثل هذه الحاجات. فمعلومات بقى ثابته، انا دلوقتي السمنه المفرطه يعني في البنات الصغيرين تؤخر الانجاب وتؤثر على الانجاب بالسلب، ومش هتخلي البنت تحمل اصلا، لان هيجي لها تكيس ما بيت لخبطه في الهرمونات وهتلاقي كل السمنه مأثر عليها بالسلب. طيب احنا ايه الحل بتاعنا؟ ان احنا بنعمل عمليات زي عمليات تكميم المعده، عمليات بسيطه جدا، عمليه بتتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيره، فتحات تجميليه بسيطه جدا، اقامه في المستشفى 12 ساعه، والعمليه كلها اصلا في نص ساعه يعني. والفتحات التجميليه دلوقتي خلاص بقت بتتعمل في التنات الجلد المخفيه، ما بيبقاش فيها مشكله يعني. البنت اللي هي عملت بقى العمليه هتمشي كويس جدا، هتنزل وزن متناسب مع طولها، وتلاقيها مبسوطه بقى اجتماعيا وتلتزم وهتلاقيها يعني اندرجت في المجتمع وتفادت بقى طبعا النقد اللي هو التنمر والحاجات اللي هي بتحصل دي. اخر معلومه احنا قلتها عشان ااكد بقى برضو على المعلومه، السيدات اللي هم عملوا عمليات سمنه هم يبقى عندهم قدره للانجاب اكتر من الطبيعي، يعني هتنجب كويس. بس المعلومه اللي انا عايز ااكد عليها مره واثنين وثلاثه، ان احنا ناجل الانجاب ما بعد عمليه التكميم او تحويل المسار على الاقل من 6 شهور لسنه او اكتر شويه في بعض الاوزان اللي هي الضخمه يعني.